كل سنة وحضراتكم طيبين. خلاص باقي أيام قليلة على شهر رمضان المبارك، شهر الخير والبركة. الكل بيستعد لروحانيات الشهر الكريم، البهجة ولمة العيلة والأيام الحلوة. حتى الأطفال كمان بيستعدوا، الأطفال بيكون عندهم كده رغبة إن هم يصوموا. هتلاقي دايما في بيوتنا أطفال كتير بيسألوا أبائهم وأمهاتهم، بيطلبوا منهم إن هم يجربوا الصيام السنة دي. إزاي الأطفال يصوموا حتى لو نص يوم؟ عايزين يجربوا إحساس الصيام، يقلدوا الكبار في السلوكيات والفروض الدينية، وده أمر لازم كمان نشجع أطفالنا عليه. طبعا اعتقد انه لازم نشجع الاطفال عليه محمد طول الوقت، ونعرفهم قيمه وقيم الصيام وليه بنصوم، ونفهمهم قد ايه هذه العباده هي عباده مهمه وهي فريضه طبعا وركن من اركان الاسلام. لكن بجانب ان احنا بنشجعهم وبنفهمهم، لازم كمان ناخد بالنا من المرحله العمريه. يعني الاطفال من وجهه نظري، يعني اللي اعتقد في مرحله الكي جي، يعني تقريبا من سن 3 سنين لست سنين، صعب ان احنا نخليهم يصوموا حتى لو نص يوم. اما الاطفال الاكبر من كده شويه، يعني مثلا من سن 8 سنين 9 سنين، نقدر ان احنا نبدا معاهم الصيام بالتدريج. يعني السنه دي يبقى الصيام لحد الظهر بس مثلا على سبيل المثال، مش كل ايام الشهر كمان. السنه اللي بعدها يبقى لحد العصر، ويكون كمان الصيام بس عن الأكل، لكن ممكن يشرب عادي لحد بقى ما يوصل لسن يسمح لي أنه يصوم، ويكون عنده القدرة الصحية والجسدية على الصيام، ويكون مستوعب صحيح ومتفاهم. يا محمد صحيح، فكرة فعلا جمانة، فكرة التدريج. يعني أنا بعود طفلي أنه يشاركني هذه العبادة، عبادة الصوم طبعا، وهي أهم أو من أهم الفرائض طبعا أو الفريضة أساسية. إزاي يتعود واحدة واحدة أنه يصوم؟ لكن شرعاً يعني رفع القلم على الصبي حتى يحتلم، يعني بداية سن التكليف شرعاً مرتبط بالبلوغ وبالعقل. يعني بعد سن 10 سنوات لما يعني يبلغ يبتدي الطفل يصوم، لكن قبل كده لازم نساعده على أنه نشوف قدرته الصحية دون أي إجبار. مشكلة كبيرة جداً بنلاقي في بعض البيوت كده، نحن بنحاول نجبر أطفالنا أنهم يصوموا، وممكن ده ما يكونش يعني طاقتهم الجسدية أو الصحية قادرة عليه. طيب الطفل بقى اللي بدأ التكليف شرعا، يعني اللي عنده أكتر أو حوالي 10 سنوات وبيبدأ سنة أولى صيام، إزاي نتعامل معاه؟ وده هيكون موضوع فقرة معانا النهاردة، إزاي نتابع حالته طول اليوم. لو ما كانش قادر، حس مثلا بدوخة مش قادر يكمل الصيام، إزاي أتعامل معاه؟ إزاي ما أجبروش على الصيام طالما إنه لا يطيقه أو ما يقدرش يستحمل ساعات طويلة للصيام؟ طبعا 10 سنوات، ما بعد 10 سنوات بيبتدي الطفل يصوم صيام كامل. طبعا كل طفل ليه قدرة خاصة، ما نقدرش طبعا نقارن الأطفال بعضها ببعض، لكن على العموم مهم جدا فكرة إن احنا نعود أطفالنا جمانة زي ما قلتي بالتدريج طبعاً على هذه العبادة بالتدريج. ولازم كمان نفهمهم يا محمد، لأنه أطفال دلوقتي كمان تحديدا بقوا لازم يفهموا كل حاجة، لازم تفهمهم الحكمة وراء فريضة الصيام. بنصوم ليه؟ بنعمل ده ليه؟ فكرة دايما الفرض والإجبار وإن احنا نخلي أداء الفريضة دي صعب عليه، مع الوقت وما يكبر هيبقى الموضوع بجد تقيل عليه، لأن هو مرتبط عنده ارتباط شرطي بالفرض وبالضغط صحيح على الطفل. فدايما لازم يكون التعامل مع الأطفال بالراحة، طبعا مدركين أهمية الفريضة وإن مفيش نقاش فيها بكل تأكيد، لكن بالراحة نفهمهم إيه الحكمة من ورا ده، نعملها لهم بشكل تدريجي إن هي تكون سهلة يشوفونا وإحنا بنصوم. بالمناسبة كمان الأهالي يا محمد طول الوقت بيصوتوا وبيصرخوا وهم صايمين وبيدوها ساعة قبل الفطار دي، ساعة قبل الفطار دي تلاقي الدنيا كلها، يعني ربنا يحمينا كده ويحمي كل بيوتنا وأسرنا. ما نعرفش وانا بتكلم معاك لقيتك بتقولي لا، ساعة قبل الفطار دي بالظبط يا جمانة، يعني دايما الساعة اللي قبل الفطار بتلاقي دايما كل حد على أعصابه، كل الموجودين في البيت وفي الأسرة أو في العيلة دايما على أعصابهم. لكن ناخد الأمور بهدوء. على فكرة شهر جميل جدا شهر طبعاً رمضان طبعاً، بجد يعني غير إن هو شهر لمة وبهجة وغيره، شهر خير وبركة. يعني لازم نسارع كده في الخيرات يعني نقتنص فرصة جميلة جدا بتجينا كل سنة شهر، إن احنا نقرب من ربنا أكتر طبعاً، ويبقى فيه روحانيات أكتر، ويبقى فيه هدوء
وسلام نفسي. هي كمان يعني اول مش لازم نتعصب خالص والله، الدنيا بسيطه جدا. انا هكلمك قبل الفطار شوفينا عامل ازاي بالظبط. بس يعني انا بشوف انه كمان شهر رمضان يا محمد فرصه انه مش بس نصوم عن الاكل والشرب. طب. بجد هي فرصه ان احنا نصوم عن كل العادات طبعا السيئه اللي احنا ممكن نكون بنعملها طول السنه، منهم العصبيه بالمناسبه. صحيح. لان في ناس بتبرر العصبيه بالصيام. حد يتعصب فجاه. صحيح. اصلا انا كان بيكلمني وانا صايم. ف المفروض انه العكس، ان احنا واحنا صايمين بنحاول يعني ان احنا نمارس ضبط النفس والقادمين الغيظ يعني. صحيح. على الاقل نحاول ان احنا يعني نهدي كده شويه من نفسنا ونتعامل مع الناس بنفس سامحه وهاديه. حكمه الصيام يا جمانه كمان فرصه ان كل واحد يحاول يغير بعض السلوكيات في حياته، يعني فرصه في الشهر ده لو انت شخص سريع الغضب بتتعصب بسرعه لازم تحاول تبقى اهدى، شخص متعجل في اموره لازم تتحلى بالصبر، يعني هو شهر الفضائل الكريمه، مش بس صيام عن اكل وشرب طبعا دايما بنقول كده، هو صيام عن كل سلوك خاطئ او كل سلوك مؤذي للناس، صيامك عن انك انت ما تقولش كلمه سيئه طبعاً لحد، انك تؤذي حد، دي كلها اظن هي الحكمه الاعظم والاسمى من الصيام طبعاً من فكره الاكل والشرب. اكيد. طب قولي بقى انت ولادك صاموا امتى؟ ولادي صاموا امتى؟ بنتي الكبيره يعني قبل طبعا 10 سنين شويه حاولنا معاها بالتدريج في البيت يا جمانه. طبعا فكره ان انا طب ممكن اصوم اشرب ميه يعني ما كملش اليوم بالتدريج، يعني بناخدها كده لغايه مثلا الظهر او العصر واحده واحده لغايه الحمد لله تعودت على الصيام. فهي فكره ان احنا نتعامل كده بالراحه وبرأفه مع اطفالنا، وبلاش نقول مثلا مش عارف مين كان بيصوم اليوم كله فلازم تصوم زيه، لا كل طفل. صحيح. زي ما قلنا في المقدمه ومن شويه عنده قدره جسديه وصحيه انه يقدر يستحمل وما يستحمل. صح. في انماط من الاطفال. صحيح. كتير قوي هنتكلم عليها خلال حلقتنا النهارده، انه معانا فقره هنتكلم فيها عن سنه اولى صيام، ايه النصايح اللي الام لازم تاخد بالها منها، ايه التحذيرات اللي لازم كمان تنتبه ليها، ايه خلينا نقول العلامات اللي لازم طول الوقت الام تبقى متابعاها حتى. صح. عند. صح. اولادها، لان في اولاد بتبقى عناديه جدا وعايزه. صحيح. بس انها تقلد اهلها، ممكن تدوخ يحصل بالزبط حاجه يعني هما بيقولوش جدا. فلازم مهم جدا حتى في ملاحظات لازم كل ام تاخد بالها منها، هنتابع كل ده خلال فقرتنا النهارده. دلوقتي بنصبح على حضراتكم مره تانية. صباح الخير والسعاده عليكم. صباح الخير يا مصر.